أجس أنو قصة رينا أولي هي دبانو قبصنايا كقصو صعد حكم كله أولي هي نور مقبا سعلينيا نور كمقاني وا عارف كذي هيري موسم هيجي أن لا سعد كسرنينا ممكن أيو شجرة يا قصو صعد حسب يلا معارض كذي يقولنا قصو قصو صعد يقولنا ممكن الشجرة أقلب إن الشيخنا واحد في الثمانية وريه ولا السؤال الكويتي هذا مو واحد إصلاحي معارك أي حكومة تكون دعمة سافر ثمانية ومركز حكومة تصارع إيش هو كلامك كرسي جي ما تروح هنا يا هذا نقطة يسقى تبي الكرة يسقى سافر دون السمية ولا يا ما هذا الكي رأي وحكي حنا قدام بين ما نتلو لا عدل عن إيش ويل كرر لاس عنود يويل كرر هرجيسة واسكو حقوق مغنايز السي حق مغنايز فيها نو كسر هذا اللي بتشير وانو كشغين دونا ان انا كلا سعارو شو هي كهرجيسة ولا ما نقدا يا ارتقاد كاس وكدو ميكري لكن سر وحن اول يلا نشيني ولا لا نبرد ورد قرات شام او ما المهارة مقالد وجود بيا ما المهارة دوتي وهنشويس sida ayad lahayd haday kalmadan ba ka yiraahadaan in hargeysa waxaanu soo xireyna xadka waxaanu ku soo soconaa waa guriyihiina way maanta waxaad kula dhulkeena lagu socdaa waxaan aya la sameynaya annu wal iska deyn lahayd inta duulaanka lagu yahay ee loo soo hubursanayo walaa waxaad tiri atana khaldanayn إلهي إن لك هشنين اللهم إني أعوذ بك من السومالي اللان إن الصوير ارتبطني إلهي إنك رفصاني لا يصمر بإنك رفصاني نيم حصوك اللي ورعب وكاشكي وحكا صوك اللي مقان كريا نيم حصوك اللي ورعب يا إحنا جريني تيوشك مقالك اللي ماشي القرية إن أرمها وكنا واتيي قالنا أيادون إن استود تاقو معارضك يوحا وكسو غاتي يموصبا يسيدو كلي هذا الذي سيهوري هذا ما تقولني أدو كل دوي ولا يقو مركز سادة تحسان سيرتو تاغي يعني مقاطع لايك سار أو شير كريم في قارسي يوتيوب كان هذا كل عصب تسبسكريب سو سار بيج كيغا سحر هو بيج كان وبقوليو شغال بقوليو سغال بقوليو شنيا سغاش كويين فلوغا مريسا بوستل ولا بقول قارسي ولا دافي بس تحول كم تورا ولا غيره مقاطع لايك شير كريم وتوحنا هذا يا باي marka nu way teemarta walaal waxba laga fikiraa ek waxaan adoo la yeebtaa kale digso kiin laga saaynu ka saareyna uu leeyahay dib baan u qabsanaya ka ku soo socda xukunkooda uu leeyahay dhul maqan ba soo xeelinaya dhulka maqani waa dhulkeena wuxuu yiri madaxweyne musiiyan ka saarnay laascaanoodna dhulkeenu sheeganaya soo socda u soo hubulsanaya معارك كرسي الدولة هي كرسي الدولة الفلان نوح هذا نوح كرسي الفلان يبون يقولوا كنا الشيعان أيام مرا وحنا سري قلنا كلا عريضي فيصل فلان عيالنا يا ناس خلي يعيش نقدر يا حسن ولا نسي قد يقول كل أنت لما ولا ساسات لا مياه مياه ما وين على كاس مال لان أبى بنا يا يقولوا أنا شعبك تبعي من الجوي مياه ده جاي شخص كستا أو تلكن مدحونا كان نقول إياه إنه فتبه ربطان شعبك شغيه مين وغي ميانا بأغي شخص مشرحة أما كتفالله يهدو يلاهد وحدود ما يلاهد مجدان لاسعانونا سومال لاسعانونا سومالنا كمت السنة هدو صدا يلاهدو إنانا أوران كريبا حتى يلاهدانا إنا حل لوايا حفظ القليل مين وغي تسالها مشرحة هذا كان يلاهد إنانا لطورنا مين وغي عد بأن وهلي مين وغي يا كل سنة يحلقوا فروا الله بغضب أقولك جمعوا هذا كذا سوى عن بديسو كل واحد لقوا كرة أقوس كسمال لم بكرية لا ما حدود السمال لم بصحرية والله ما دقت بالقوة وحي كلوا صوب سوي أرميها بشرة لك شقارها لك شقليت دقا عروتة لليردة واحد صوب كلي ولا أنا هذه تدرس السمال لنا النقط بلا عملة ومش كوب شهاب أنا هين وساك أقول عليك صوب كلي كما فكرنا حسب أن الشغل خصينية حتى وحن كيف فكرنا أن يدري كل شدة حتى السمال لما صوحي رأي أقوص مكني لا بد أن تفكر ده يا ما يقرأت ما كان السبب أعرف كم عبادة ما بطها لبد
no one ku dhaqaaqi kara in calanka Soomaaliya la dajiyo no one oran kara xuduudda Soomaaliya waa ka tanaasul haduu yiraahdana yaa fahan difaac dal hubal balaani maayo taas waa taway mid labaad la yahay waxay tahay marka waxaan uga soo daawnaa muharaad muhaafid hal mid uu ka ismiin calanka Soomaaliya aqoosiga iyo xuduudda Soomaaliya waa laga yaabaa in xogaa galaysa qaabkii uu keen lagu yir galaysa aragtidu wanaagsan laakiin in labaduba ay keenaan way ka sameeyeen mid labada horeyba waxay tahay waa la adeer garaad garow haba wax shaqo la garee waxaan leeyahay barigo ma horay ha jirtay waxaan u jirtay wulashin cishada u jirtay hata cishada u dhan miya ulkiina la galeyna guriyeena la galeyna aqaladina gubeyna saasada u jirtay hadday kalmad dambe ka yiraahdaan Hargeysa waxaanu soo xireyna xadka waxaanu ku soo soconaa waa guriyeena wey okay weliba aan ku xasuusiyo hadalladaadii ugu waaweyn ugu culuusla ee aad gashay waxa ka mid ahaa inaad ula jirtay haddaanu nahay SSC qaatama Hargeysaan doonayna inaan cagta soo dhigno aan musayay inaan ka gacanta ku soo dhigno wadambilayaal ah maamulka SSC wuxuu daba joogaa dadkii dhibaatada ka sameeyay ilaahay uu kula laascaanood ilaa Hargeysay joogan halkaas uu ka soo qabqabanaya maantana iska daameel baan wariyay waxa ay faan waa dadka tii waxa leedahay waxa mucaaradiyana xaafad la soo socda dhulkeen yaa qalladeen ay la doonayaan la soo galo oo la sheeganaya innaga inagu dadma doonayno inaan dhulkooda baabiino oo waxa ku sameeyna ma rabno kiin laga saaylu ka saarayna uu leeyahay dib baan u qabsanaya ka ku soo socda xukunkooda uu leeyahay dhul maqan baa waliba marka hadalkaaga waxaan aad u siiyay waxa tiri waxay dhisteen inaan ku dhimino ma rabno ilaahay in la kaashanayo ilaahay kama gelin daayaa keenna ilaagu inay noolaadaan bay lu doonay ilaahay inay lu dhimino ma doonayno ilaahay baynu garabsanaynaayo samir baynu garabsanaynaa wariya garajana maxay isbedelaynaa niyo hajraad dib waxay ku soo urtay hoogay baay maxaa soo kordhay maxaa jira walaal loo sheegay inta lagu sheegay yaa indhu sheegay marka waa fahmi way ruwaad kalad wadaa ma weerar baa tahay mise xaqiiqad baad ogaatay yaa maxaa jira yaa meel aan ku qaadan waa garan wey saacad waa lagu yaa saacadna waa la faanaya horta faanka iyo ointa meel ma wada galaan yaa arrinta aad baan layaab may garatay laakiin mid baa kuu sheegaya oo biyo kaba dhibcaana qof kastoo reer Soomaaliya ha ku fikirin xisbi ka mid ah xisbiyada Soomaalilan ayaa midnimo Soomaaliyeed u socda oo ka tanaasulay 91-kii go'aankii shacabka Soomaalilan ay ku gaaray magaalada Burco no one ninka taa niyadiisa ku jirtaa liisaka xisbinimo horta waa lagala noqonayaa marka kowaad mar labaad kana xabsi baa la geliyay waa xukun wadambi qaran weyn waa qodobka 44-aad xarafkiisa bi oo sheegaya midnimada in ganacsiga calanka buluug ayuu baa sheegaysa yaa waa laga yaabaa shakhsiyaad kooban oo nagu soo dhex dhuunta inay hami kale leeyihiin laakiin se aanay muujisan karayn laakiin se nefa baa ku nefa musabbixi baa ugu awood badan oo maanta taladii daabkeeda gacanta saa ugu haya ma awoodo inuu Hargeysa qaado bulsho inuu ku yeeyo ma awoodo calanka Soomaaliya inuu dhulka dhigo oo yidhaahdo midnimo ka sheekeeyo hadduu ka yidhaahdo miya annaga walaahi la jihadayna intaas ka jaraynaa intaa ma taqaan intaa yaa rubaa ku sheegaya saddexda xiniyood ee saddexda xisbi weliga ha soo kala dhawaysan hadda soo kala dhawaysataa adaa ku dhibqaba adaa ku taala anigu waa digni wali la xajeelaya ka haysan galaysa